حد يفتكر ان ابو سعيد مات. اوكي يا حارة. ايه بس حضرتك اوكي دي مش لاقي على التجرامة. لما بطلتش الهبات ده هتموت. انت بتزعق ليه؟ هي كبدتي ولا كبدتك؟ بس هو زي ما انت شايف كده عدو نفسه. والله يا نهى عداك العين. خاله. اخرس يا حبيبي. البدلة دي ما اشتكتش يا عبد الحسين. ماله؟ دي جديدة. ليه ما عملتش 10 سنين؟ بتشربي ايه يا سهى؟ نهى. بشرب قهوة من ايد بابا صابر. من ايد مين يا حلوة؟ أنا ممكن بتليفون واحد أخليه نجم. بس أنا نفسي يبدأ مشواره من الأول. ليه من الأول ليه؟ ليه؟ ما تعمل التليفون يا نجيب بيه؟ ده أناني جدا. عمره ما حب حد غير نفسه بس. يا بنتي انت بتقولي ايه؟ هتصدقك؟ كويس انك ما قلتش لحد، اول مره تطلع راجل. الله يخرب بيتك. ليه كنت كل ما اسال حد عليك بتفرق في وشي؟ هي العين كده تكره اللي احسن منها. طب ما انا خريج تجاره، ماما شغال معاكي عادي اهو. انت يا حبيبي شغال كوسه. ايه ده؟ ايه اللي غريب؟ غريبه يعني انها بتفهم وفي نفس الوقت بتحبك. انا ما بنقلش الاخبار عشان فلوس يا هانم. بص خد دول بقى علشان العيال. إذا كان كده ماشي أهلي.